البداية حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس شركة إيني كلاوديو ديسكالزي بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. من جهته أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، كما أعرب عن تطلعه لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة. من جانبه أكد ديسكالزي على ما تمثله مصر كأحد أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم.